هاي صدقني منهم شخص هاو لهنا هاو يسكن في الابارتمون. لا دابا انا خاطر نعطيك انا بالضبط ونهزك لي حتى للدار فهمتني. والله العظيم صدقني معناها عندها ثلاثه اولاد ثلاثه صغار وقسم لك بالله ياكل من الخمامه قسما بالله. والله هو يهز في الواحد امشي معايا تو ندخلك للدار غادي وشوف شنو يلم بالضبط. اقسم لك بالله العظيم يلم في شوي البابز باش يسقاط وباش معناها وثم ناس معناها اقسم بالله العظيم. سيد هذا وينو عايل؟ نعم هاي لهنا هاو قلت لك انتم يعاونوه شنو هو ما عنده حتى عائله عنده مرته وعنده صغاره مسكين ما راه يلاقي في البابز ما عندوش باش يعيش مسكين. قلت الموسعة وين اخواته عنده اخواته؟ الموسعة في سليانه في سليانه فهمتني؟ يعيشوا ظروف ثانية كيف صعيبة وفي ما شو اسمه في ولاية سليانة معناها ظروف معناها صعبة على الآخر على الآخر. ظروف صعيبة ياسر ياسر من ناحية الدار أون بليس معناها كاري مسكين معناها عندها زوج وليدات صغار معناها يقراوا فهمت واحدة تقرا في الكوليج وواحد يقرا في هنا في المدرسة هذيا ها ظروفها صعيبة ياسر ياسر كي تشوف حالته أنت أو أنت واحد من الناس يعني أنت كمواطن معناها مش معناها ما نقولوش صحافي ولا حاجة أقسم لك بالله العظيم يغيظك حاله أصلا والله أنا واحد من الناس يغيظني حاله. حاولت باش تساعده او تشوف له شكون يساعده؟ فما شكون يساعد ساعده فما معناها ولد الحلال وواحد كل شيء يساعده فيه معناها يعطوا فيه فيه والله منهم وحده صدقني اقسم بالله كاريا كاريا في حي النصر اما هي معناها معاش محاميه ولا مسكين لقاته يهز في برويته اقسم لك بالله العظيم تعطيه 200 دينار وجات حتى وصلت حتى للدار نتاعها لهنا وشافت كيفاش العيل معايش نتاعو كل مره نتمدك ال 100000 ال 50000 تعاون بها واحد كل شيء باش يقري هو صغيرات وواحد كل شيء اقسم لك بالله تشوفوا السيد هذايا والله العظيم تتاسف عليه بالقدا حاله صعبه اكل انسان مسكين ما عندوش معناها معارف واحد كل شيء ما يعيشش في تونس انا عندي معارف نجم نعيش هو ما عندوش معارف يعيش ما نجمش يعيش مسكين معناها زوالي انسان زوالي خاطر ما يتكلمش على روحه في تونس بالرسمي احنا تو انا واحد من الناس كاني مانيش تونسي تو انا ندخل الاداره عباره مانيش تونسي والله قسما بالله تخزر لي مثال بنيه مثال كاتبه ولا حاجه تخدم في اداره تخزر لك معناها انسان معناها عباره غريب عليها ما نعرفش عليهم كيفاش معناها خاصه انا نافتو عندك البلديات المعتمديات انا قلت حتى في درس سياتري الجمهوريه راه هزيت مطلب هكايا معناها نتاع مطلب نتاع سكن تاعي انا ها وعرضوني الامن واحد كل شيء اون بليس معناها يرحم والديهم معناها يرحم والديهم معناها نشكرهم معناها جزيل الشكر فهمتني خذوا علي المطلب واحد كل شيء خرج لي واحد من دار السياتري الجمهوريه شاف المذاك الاوراق وواحد كل شيء هو من يلزم يشوف كل شيء واحد خذا نسخه بطاقه تعليم كل الوحده حتى البطاقه تعليم تاعي كيف في الكهرباء كي وصورها واحد كل شيء من حقه هذيك قال لي خويا جد مش نمشي قال لي خويا اعطيني نمر ويك تنكلموك والى حد الان لا حياه لمن تنادي شوف وصل للمطلب شوف ما وصلش انت يقول لي حسب ما حكيت لي ابارمون عندك مشكله تاع السكن انا عندي مشكله تاع احكي لي على المشكله دي مشكله تاع السكن انا عندي بنتي تقرا فاكولتي فاك ها ان شاء الله ربي ينجحها عندي بنيه اخرى تقرا كوليج كيري معناها ب 250 دينار معناها مسكن معناها انا نخدم عامل يومي كان كيري معناها مواد حديديه واحد كل شيء عامل يومي معناها نعتبرها عامل يومي فهمتني صانع يعطيك تري بيان صانع يعطيك الصحه واش شهريه ماهيش معناها شهريه معناها ضئيله على الاخر على الاخر فهمتني شهريه ضعيفه شهريه ضعيفه برشا صبان كيف ضعيف على الاخر فهمتني صبان معناها ضعيف صبان معناها كي قلت لك انا شهريه 500000 600000 معناها صبان راه ضعيف سميك معناها ضعيف فهمتني 490 دينار ولا قداش فهمتني كل 3 شهور يعطيك الصحه تري بيان يعطيك الصحه واش معناها ظروف قاسيه على الاخر انا ما وصلت وقعدت لهنا وشفتني انا قاعد غادي باش نستنى نحب نوصل صوتي للسياده الجمهوريه ثم ناس ضعاف الحال اقسم بالله بما فيهم العبد لله هذايا وثم ناس اخرى ثانا في حومتنا واحد كل شيء اقسم بالله الاخرين خليك انت سامحني وحالتهم ضعيفه ياسر على الاخر حتى نجيو للناس الاخرين والمطالبه نتاعي انا نحب نحكي جوست نسالك كيفاش تعيش قلتي مونطون بالسالير هذاك وعندك برشا مصاريف وعندك الكري كيفاش تصرف والله صدقني اقسم عندك صغار عندي بنيه تقرا فاك وبنيه تقرا في الكوليج كيفاش تعمل عندي الوصفه الصحريه مش نعطيك انا بالضبط بالكذب لا عندي مرتي عندها ماكينه تاع خياطه دبر على في راسها في روتوشات وواحد كل شيء فهمتني باش انا باش نجموا نحن نجموا نوصلوا كل بنيات هذوك الزوز فهمتني والحمد لله مش باش ما ننكرش فضل ربي سبحانه والحمد لله الحمد لله يا ربي لك الحمد مي
هذا الكل من غيري. خير من غيري، خير من غيري، يعطيك صح. أنا ما يكفينيش أنا هذا كل أنا نحب نوصل مثال بنتي، نحبها مثال تقرأ بالكدا تقرأ، ونحبها توصل، ونحبها تقرأ لبرا، ونحبها ما نبيش توصل. بمرتك هي تعمل في الخيط ماكينة كيمنة تعمل روتوشات، فهمتني؟ هذه الحل لين شو الحل آخر باش تعدي الشهر وتنجم توصل؟ والله الحل هذاك هو الحل، ما باش ما نكذبش عليك والله العظيم، اقسم لك بالله مرة على مرة، علاش يقول لك هو صبرين على روحي ولا صبرين على غيري؟ نبقى انا معناها ما عنديش احسن من انت نتسلف مثال من عند صاحبي ولا من عند مثال قريبي ولا، فهمتني؟ ما نسلفش انا في تبيع ما نسلفش، ديما راسي مرفوع، نحب ديما نعيش راسي مرفوع، ما نهبطش راسي وقت نتعدى كيف في نهج ولا حاجه نهبط راسي خاطر هذاك يحب مني فلوس، لا ما نحبش هذه، ما نحبها جمله واحده انا كومبليتمون، اقسم لك بالله من المستحيلات باش نعيش العيشه هذيك، معناها هيك الرخيصه حشاك مصلحتها بفرنكو انسان يذلك، انا ما نحبش الذل، هذه الذل ما نحبوش، نحب نخدم على روحي، نحب نصور، نحب نوصل ولادي يقراو، نحبها معناها كيما نشوف ولاد الناس نشوف ولادي انا، فهمتني؟ ما نحبهمش هما هكايا اللوتو وناس الفوق، فهمتني؟ نحبها كلها سواسية كلها كيف كيف، فهمتني؟ كيما ولاد العباد كيما ولادي انا. حكيت على زوجته قلت لك زوجته واقفه معاك، يقول لي حاجه به واقفه معايا بالكدا 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 وتعاون فيا بالكدا بالكدا، اون بليس معناها وصلنا بنتي هاو معناها انا رمضان شهريه والله كنت نقول لك عليها تضحك. اقسم لك بالله العلي العظيم والقران والرحمه، ومش معناها ما غير معناها امشي معايا ونخدم بالضبط. قول بالله السيد هذا قداش يخلص؟ نحبه يجاوبك بارك. 500 دينار. اقسم بالله والقران يزيد عليك حتى جايه. عاود لي الجمله. 500 دينار وكريم 250، عاود 500 دينار وكريم 250 دينار. 500 دينار وكريم 250 دينار، 500 دينار وكريم نعم شهريتي هذيك شهريتي. عاود لي الجمله شهريتي 500 دينار. شهريتي 500 دينار وكريم 250 دينار. وانا مرتي ولو مشيت ما تعملش روتوشات مش خياطه خياطه راه ترقع ترقيع ترقع مثل سوايل كيف هكا تجي تعمل لها معناها يجيبوا ينقص فيها ولا فهمتني باش احنا عايشين مرأة صالحة نعم الزهر باش تختار مرأة صالحة مرأة صالحة هذيك مرأة صالحة بالنسبة لمرتي مرأة صالحة ومن أعز الفاميليات هي من الهوارية ديجا من الهوارية مرتي من الهوارية معناها من أعز البقايا معناها من المواقع الاستراتيجية في تونس هي الهوارية معناها ما تشرطش ما من المستحيلات ديما فرحانة ديما فرحانة وما على بلاش بالطقس ديما فرحانة معناها عبارة معناها إنسان غنية وهي ما عندها شيء قصة وذي نعمة في حد نعمة من عند ربي سبحانه نعمة من عند ربي سبحانه حتى بنياتي كنشوف بناتي معناها ويحكوا معاك وقسم لك بالله العظيم تقول معناها ملائكة قسما بالله في المقابل فما نساء يكونوا سلوكهم ثم 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 النساء يكونوا سلوكهم صعيب برشا برشا ويقلقوا رجالهم وواحد وكل شيء وتوصل حتى للطلاق توصل حتى انا نعرفهم برشا عباد وصلوا للطلاق انت ظروفك هذه مريت بظروف صعيبه وصارت حاجه ما من المستحيل انا مع مرتي لا مستحيل تصير برشا ظروف صعيبه برشا 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 ومرتي مستحيل باش مثال تصير مشاكل ما بين تعديت الامور امورنا واضحه والحمد لله فهمتني والحمد لله والله بالنسبه للحكايه هذه كنت تحكي لك فيها كل شيء واحد احنا نفوتوها الحكايه هذه ماذا بيا الشباب يمشي يصوت يمشي بارك الله فيك يمشي يصوت